موجز لأهم الأنباء. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة السبت إن قضية الصحراء الغربية هي قضية مبدئية للدبلوماسية الجزائرية، خاصة وأنها مسألة تصفية استعمار مسجلة لدى الأمم المتحدة. الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، نهار اللي تخرج من الأمم المتحدة وتمشي لجنة اللاجئين أو لجنة التغذية نتاع كذا، هذيك حاجة أخرى. في هذا الوقت راها في الأمم المتحدة في لجنة تصفية الاستعمار. حنا سبق وأنتم تعرفوا سبق للجزائر أننا ما دخلناش في صراع، ولكن المبادئ نتاعنا ما تروحش. كان البعض اللي يقول لك لا هذه قضية غير متشدين فيها، ماهيش قضية مبدئية، اليوم سي يونيفرسال. القرار الأخير نتاع الاتحاد الأوروبي واش يقول؟ يقول لك نرجعوا للأمم المتحدة وتقرير المصير، وهذا هو واش أنا نقولوا حنا. وعن الأزمة في ليبيا أكد الرئيس تبون أن الجزائر مع الشرعية الدولية في غياب شرعية الانتخابات، منوها أن لا حل للأزمة سوى بالاستماع إلى صوت الشعب الليبي. فيه مخاض، واحد يفتح الحكومة جديدة، الآخر يفتح المنعف واش، احنا مع الشرعية. ما دام ما فيه شرعية انتخابية، شرعية نتاع الصندوق، نكتفي في هذا الوقت بالشرعية الدولية اللي تعين من طرف مجلس الأمن، أو من هو من مندوب من طرف مجلس الأمن، احنا هذاك هو اللي يمشي معه. قلناها ونزيد نكررها بصفة رسمية باسم الدولة الجزائرية، ما فيش حل بالنسبة لليبيا سوى إرجاع الصوت للشعب الليبي. كما شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن هناك إجماع في مالي على ضرورة العودة إلى اتفاق الجزائر. نظن في إجماع في النهاية، اليوم في إجماع على أساس نرجع لاتفاق الجزائر العاصمة. إذا كوردرش هما الحل، ما فيش حل آخر، ما فيش حل آخر ليصون الوحدة الترابية نتاع مالي، وما نتنازلش مع أي كان اللي يحاول يفصل الشمال على الجنوب في مالي، ما نقبلهاش أبدا. في إجماع حتى مع الاتحاد الأوروبي، بدينا نسمعوا النغمة الحقيقية نتاع الاتحاد الأوروبي جماعة وفرادى، على أساس متفقين باللي الحل هو اتفاق الجزائر العاصمة، لي زاكور دالج أونيفا إن شاء الله. أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروسي لوزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة عن تقديره للدعم الذي تقدمه الجزائر في إنجاح رئاسته، وأشاد بالدور البارز لها في نشر السلم والاستقرار في جوارها الإقليمي، معربا عن إعجابه بالسجل الحافل والمتميز للدبلوماسية الجزائرية في قيادة الوساطات لإنهاء النزاعات على الساحة الدولية. انتهى الموجز، شكرا لكم. تبقى روابط القناة الإلكترونية في الخدمة. إلى اللقاء.